لو الحكاية فيها إن فيديو مش عارف أتكلم فيها معاكم هنا لأن مش معدين ليها، لما حاجة تانية خالص. أنا مهمتي الأولى لما جيت مكافحة الفساد اللي ضارب في كل عشة في كل ركن من أركان وزارتي، مش الوزارة يعني اللي أنا قاعد فيها، إنما برامج الوزارة أنظمتها ومشروعاتها، ملايين الجنيهات يرمي فقط بلا طاقة. اشتغل على دي، بشغل اللجان عليها، بحول النيابة العامة اللي نهبوا أموال مصر. النقطة التانية بشتغل عليها إصلاح المستشفيات الجامعية، وعامل مبادرة محدش بيسألني فيها، أولى أبسط حاجة عملتها فيها لسه يومين، توقيع عقد 20 محرقة للنفايات المستشفيات المصرية. النفايات بتوقف في الشهر تتباع لتنقل للمصريين كل أنواع الأمراض اللي في الدنيا. جبت أنا التبرعات مليم من الدولة دي 20 محرقة ل 22 محرقة. المرحلة الأولى 11 محرقة، بكرة هسلم الشيء للهيئة العربية للتصنيع عشان تعمل ال 11 محرقة الأولى في خلال 3 أشهر. هنشرهم من جنوب الوادي لغاية مرسى مطروح وبورسعيد واسكندرية عشان ما يبقاش فيه تلوث المستشفيات. في نفس الوقت اللي مبادرتي للمستشفيات شغالة مع مئات من رجال الأعمال اللي هيتولى منهم مستشفى بالكامل ويصلحه، واللي هيجيب لي الأجهزة المطلوبة، واللي 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 شارك فيها كل رجال الأعمال. وعملت لجنة خاصة للبنوك الكبرى المصرية بتعامل معها في هذا المجال. الشغل الثالث اللي بشتغل إصلاح التعليم الفني اللي ما فيهوش حاجة فني بالمرة، واقع بالكامل. هذا التعليم الفني اللي لا توجد نهضة صناعية ولا مجتمعية بدون كل البلاد اللي عملت نهضة اهتمت بالتعليم الفني. التعليم الفني في مصر في كارثة يا سيد الفاضل، عمره حد بيسألني فيه. الحاجة الأخيرة هي إصلاح التعليم الجامعي اللي بعض قطاعاته تعيش في الماضي السحيق وما تدرسه لا علاقة له بما يجري في العالم. إنما إصلاحه الصعب لأنه تكونت حول هذا الماضي جماعات مصالح تقاوم وعنف أي إصلاح. وآخر جرائمه يا ابني كانت التعليم المفتوح. هذه نكبة على التعليم المصري، نكبة كبرى لا يعلم إلا الله مداها. هذه المحاور اللي بشتغل عليها. يجي كل واحد يكلمني يقول لي تعمل إيه في كوبري؟ اسوي حرس الجامعة من كوبري الجامعة. فاضل شوية يسألوني، ورا واحد قال لي أنت ما بتنزلش تلف على الجامعات ليه وتشوف المظاهرات؟ قلت له هلف على إيه؟ ده أنا عندي 20 جامعة، يعني مهمتي أنزل ألف على الجامعات كل يوم أشوف فيها مظاهرة ولا ما فيهاش؟ طب مين يدير المظاهرة؟ مين يعمل سياسات؟ بذمة ده كلام. وطلعت في فضلات الجامعة، ما كنتش امبارح النهاردة مش عارف طنطا ليه عشان في مظاهرة في طنطا. قلت له أنا من تطلع من طنطا يقولوا لي في زقازيق جاري على زقازيق، وزير إيه ده؟ رؤساء الجامعات بيعملوا ايه؟ فيديو.